Oh,
فوت الولاد قدامك وقف وراي عشان سطرنا عليهم. البنت هذه اللي جنب العروسة هنا، هنا البنت، تعالي 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 شوي شوي، أيوة تعالي من هون. شو اسمك؟ حطي ايدك، أيوة فاضي، حطي ايدك هون فاضي، هذا محلك. طبعا احنا بشغلنا من حدا على جنب، من حدا وراي، حتى طلبنا من الاخ تبع التكنيكال عشان اعرف راحته، ما بديش اقلب العباد. هذا مستأذن بكل شغل اسرار. واحد تاني، انت البنت اللي فحصتي بتجاوبي لك اللعبه للجميع. فاضي طلعوا معي انا هنا، عندي فاضي حطيتها في واحد من الثنتين، سكرت عليها انا هون، شايفين هون؟ اشتك اجيك وين عم تدخل، هاي الناحة ولا هاي الناحة؟ جاوبي، هي بتقول هون، بفرج الجميع طبعا انه فيش. كملي الناحة الثانية هون، ما فيش. شو لازم اسوي؟ الثنتين مع بعض، شمال يمين، ما فيش. علبة الدخان اختفت، طلعت من العلبة اللي كانت فاضية. نسمع كمان. قصة اللعبة هذيك لب للعبة اللي بعدها. تعال حبيبي انت لهنا. ايوه تعال، ايش استنى شوي، ايش اسمك؟ ارجع البس برجلك، تعال يلا البس برجلك. هات اللعبة، راح اللعبة، حط ايدك اليمين هون. هاي ايش حطيتين يمين؟ هاي ايش اسمك؟ اسمه يمين؟ او اخوك شمال؟ حط ايدك هون. تضحك بالعبراني. طيب اعطينا هاي هون، ارجع محلك شوي من الباب، خذ البوت يلا ارجع محلك. طلع علي انا بدنا نعمل جو حلو هيك. انا في معي هون مكعب شاطرين، دخلت المكعب في واحد من الثنتين، سكرت عليه هون، بسوي له هيك، بسحل على الناحيه الثانيه، بسوي هيك، بسحل على هون، اشر بايدك. ايه اي المكعب وين؟ هون ولا هون؟ ايش بايدك وين؟ مو هون هون؟ ما فيش. كمل معي الناحيه الثانيه هون؟ لا وين هون؟ هون ما فيش. الناحيه الثانيه هون؟ ما فيش. هيك اثنين ثلاثه اربعه، تكون اشطر مني قول لي افتح الثنتين مع بعض، فتحت الاربعه. وين المكعب؟ شاطرين وين المكعب؟ لا مش بالجيبه، ببين كبير بالطاقيه. نسمع كف هذا. خلصت اللعبة هذيك، بدنا ننتقل للعبة اللي بعدها. تعال حبيبي انت، تعال وين بتصير هذا؟ يا شو اسمك؟ ارجع ارجع، جيب حالك من هذا، تعال جيب حالك من هذا، من هذا هي ما كنت عمام. وين كيف الاحلى بخليك هيك؟ الزميل اللي غاب، تعال تيجي معاها، تيجي انتو التنتين، تيجوا امو بلاش بلاش بلاش، تيجي بلاش. يلا هذيك صندوق طلع لي من حمام، هاي معانا صندوق، معي صندوق فاضي 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 فاضي، خذوا بي مش لازم شوي. ايوه هاي اعطيها يا سلمان، خذها. ايوه سهام مشكلة سؤال. طلع طلع كريم الساعة دبر على البطس. طلع 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 شو ما رح ما تفوتوه بشرط سوينا يلا سوي هيك زعفولة عشان اشتركت يلا هاترا خلاص يلا اجا محلكم اجا محلكم ويكف للأرنب.
مختلفين فيه عشان نعمل جو حلو. انا بعرف على صاحب بنته بنكت وانا الله لك تعجبكم. انتم عارفين الستات الشوف الحال بشوفوا بروح بصير له هيك شو بصير لي جبار. وانا كنت ماشي ب بيافة تل ابيب بيافة تل ابيب شفت هاي الفنا على بنتي على الله ما بعرف اذا بتعرفوها اسمعوا الستات بالشوب الحمد لله صار من المروحة. في واحد اختيار طلعت معاها مروحة على الباص صيحة جديدة بدري. طلعت واحدة صبية معاها مروحة بس المروحة بعت صبية خربانة بدانة مكتل. الصبية بتسأل اختيار هادي كم سنة صار معك هاي المروحة؟ هذا اختيار 20 سنة. صبية بتقول ولا 20 سنة بعد صيحة جديدة شو من المروحة تاعتي؟ سنة واحدة صارت خربانة بدانة مكتل. الاختيار بتسأل صبية انت خالتي كيف تستعملين؟ أنت صبية خالتي هيك مستعملة قال هيك. الاختيار بتقول لها غلط عشان هيك خربانة معي انت مستعملها غلط انا مستعملها هيك. كيف بدها تخرب؟ أنا ساكن الأخ لطيف أخو عزيز وصديق قديم في معي أنا هون رايحين فاضيات على الناحتين فاضيات واحد اثنين سكنان هون لا أنا معي في بابي عم صور معه سكنان هون في معي طبشورة. بالمناسبة السعيدة يعني جمعتنا جمعة الأهل والخلان بحفل المضيرة عيد ميلاد بدي أرسم وأكتب الهواء بالمناسبة السعيدة بدي أرسم لها شمعة وباقي ورد مني هدية بدي أكتب لها هنا عيد ميلاد سعيد يا لنا عقبال 120 سنة. كان فاضي كتبنا شوي شوي قدود شوي شوي قدود من أصلاً أيوة هي عشان يقع مكتوب هنا عشان ما كتبوش أردنا هون خولها بالله لو سمحت أيوة حلوة أجلني أفول هذا يبت على الصغير وصل الجتار شبي مين اشتري ورا تعالي معاه ايوه يلا شو جانا فاضي 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 شو اسمك عمي روز فاضي حطينا هاي هون هاي حطينا هاي هون كتبي بالعصار حطينا لجنبك كتب بالعصار حطينا لجنبك في الشبكة طلع هون طلع هون عيد ميلاد سعيد يا لنا عقبال 120 ايوه معزومين انتوا صغيرين على العشاء بعد اللي هاي بتاكل يلا طيبه